اهلا بيكم في سكر مكه، والنهارده ميعادنا مع مكنه جديده 2 ابره اوتوماتيك كامل قص فتله وفيها مميزات جديده، وتعالوا نشوف ايه الجديد في المكنه دي. ده شرح للشاشه ال 2 ابره. اول زر معانا ده فرماتوره البدايه، بصها صغيره تديك فرماتوره البدايه. دوسها مرة كمان بتديك الفرماتورة في البداية بس دبل. دوسها التالتة بتلغي الفرماتورة البداية خالص. كده بقى عندك مفيش فرماتورات. الشرطة دي معناها ان الزر ده شغال وظيفتين. دوسها طويلة هنا يخلي الابرة دايما تقف في كل مرحلة تحت الشغل زي كده. ابرة تحت. لو دوست عليه دوسه تانية مطوله خلي الابره تقف فوق. تقف الابر فوق. اللي بعديه بيدينا فرماتوره النهايه. نهايه التمكين تشغيل. تلاقي فرماتوره في النهايه. دوسه مطوله برضو يديك الدبل. نهايه التمكين مزدوجه. هتديك نفس الفرماتوره بس دبل. الدوسه الثالثه بتلغي الفرماتوره. بعد كده هنا دوسة مطولة هنا بتلغي المقص. قص الخيط اطفاء. دوسة مطولة تاني. قص الخيط تشغيل. هيشغل المقص. دوسة صغيرة هنا بترجع المرحلة المكنة المرحلة الطبيعية، يعني لو هي هنا على هنا فرماتورة دبل. خياطة دبليو. كده. الدوسة الصغيرة هنا بترجعها للشغل الطبيعي. هيدخلك على الشغل اللي هو الخياطة العادية. هنا فرماتورة الدبليو. الدوسة المطولة بتديك مراحل. خياطة بمراحل متعددة. تقدر تعمل عدد الأضلاع وطول كل ضلع، تقدر تعمل أربع أضلاع، ثلاث أضلاع زي ما أنت عايز، وكل ضلع وتحدد الطول بتاعه. من هنا عدد الغرز وده الضلع اللي أنت شغال عليه، وهنا عدد الأضلاع كام، تقدر تعدل فيهم زي ما أنت عايز. زي كده إحنا عاملين 16 غرزة والمكنة هتقف لوحدها. هي خلصت وقصت، لو عددتهم هتلاقيهم 16. تقدر تعمل بقى اكتر من ضلع باكتر من طريقه. وعايز ترجع للشغل الطبيعي، دوسه صغيره هنا هيرجعك للشغل الطبيعي. ده الزرار اللي هو الجديد او مختلف عن اي مكنه، بيقدر يحدد لك الزوايا ويبدا يشتغل معاك هو اوتوماتيك زي كده. هو اوتوماتيك، مجرد ما خدنا الزاويه المكنه على طول عارفه ان انت هتاخد الزاويه وترجع تفصل هي لوحدها اوتوماتيك عشان تظبط الزاويه بالشكل ده على طول. طريقه جميله جدا وهتساعدك جدا في الشغل من غير ما تستخدم ايدك. تطلع بالشكل ده، دي حاجه هتساعدك جدا في الانتاج وتساعدك جدا في الشغل وتوفر عليك وقت كتير، وتطلع الزاويه برده مظبوطه ما يطلعش فيها اي مشكله. او تقدر تلغيه وتشتغل مانوال عادي زي ما انت كنت بتشتغل. هنا رفع الدواس اوتوماتيك، يفضل رافع بعد القص. رفع الدواسه بعد القص. شغل الدواس بعد القص، تفضل هي رفع الدواس لوحدها زي كده، يفضل الدواس مرفوع. او دوسه مطوله رفع الدواسه اثناء الخياطه تشغيل. كل ما هتقف هو هيرفع الدواس لوحدها، كل ما تقف ترفع. او تلغي خالص وتشغل انت الدواسه برجلك زي ما انت عايز. نهاية التمكين. الزراير دول تقدر تغير بيهم، الزراير دول تقدر تغير بيهم طول الفرماتورات نفسها في البدايه والنهايه. تقدر تعدل فيها. سهم لليمين. وبعد كده تدوس بيه خلاص كده، والنهايه نفس الكلام. وهنا ده بتدوس عليه 5 ثواني يعمل الست ضبط مصنع للمكنه كامله. Thank you.
وده كان شرح كامل لمكنة 2 إبرة كرشيه كبير، إيه المميزات الجديدة وإيه الجديد فيها، وفي أي تعليقات اكتبوا لنا وإحنا نرد عليكم. شكر مكة دايما معاك.